ملفات ساخنة فتحت في الإعلام وطرحت على الرأي العام، ولكن تجمدت استجابة صانع القرار ولم يتم التحرك للقضايا الطارئة وتصويب الأخطاء التي أثيرت مؤخراً كموت سدين، قضية طفلة، وضحية إجراءات ماتت بتشكيل لجنة. صانع القرار في الأردن لا يهتم بما ينشر بالإعلام لسبب، إذا كان ما ينشر في الإعلام لم يحدث أي تأثير بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي فهو سيغض الطرف عنه ولا ينظر إليه ويعتبره يعني كأنه قضية غير موجودة. لكن في حالة أن أي موضوع تم طرحه بالإعلام أصبح عليه تفاعل من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح هنالك عدد كبير من الناس قاموا بمشاركته أو التعليق عليه، أحياناً بيلتجوا إلى تشكيل لجنة، وهذا أنا بعتقد أنه هو تمويت للقضية، تشكيل لجنة لبحث القضية أو لجنة تحقيق، وما يصدر عن هذه اللجنة سيتم اتخاذ قرار عبرها. وهنا أنا بعتقد هي كمسكن تعطى للرأي العام إلى أن يهدأ. في الأردن حقيقة الرأي العام يعني بشكل عام لا يؤخذ كثيرا في الحسبان في العديد من القرارات والسياسات الحكومية والرسمية، هذا أمر يعني واضح. لكن في ذات الوقت أيضا في ثمة بعض القرارات يكون فيها للرأي العام تأثير الواضح أيضا. القصة يعني لم ترتقي إلى الوضع الديمقراطي الصحيح كما هي الآليات في العديد من الدول الديمقراطية، بحيث يكون الرأي العام عنصر أساس في صناعة القرار، في مداخيل أو في عوامل صناعة القرار من قبل الحكومات والجهات الرسمية. أعتقد أن ذلك مرتبط بمستوى الديمقراطية، بمستوى الحياة السياسية وتقدمها في المجتمعات. كلما تقدم المجتمع، كلما تقدمت الدولة ديمقراطيا وإصلاحيا، كلما كان للرأي العام تأثيره ودوره الفاعل في صناعة السياسات ولدى صانع القرار. يعني احنا كثيرا نتهم الحكومات وصناع القرار بالارتجال في فترات كثيرة في العديد من القرارات، نتهم ايضا بوجود او عدم التخطيط احيانا السياسيين، وللاسف الشديد انا هذا رأي شخصي، ايضا السياسي يتهرب من مسؤولياته لا ينظر ابعد من انفه. ولماذا لا يتفاعل صانع القرار مع قضايا الرأي العام المطروحة إعلامياً ويعالجها ويتحرك مباشرة بدلاً من عدم اكتراثه لسماع أصوات الناس وشكواهم وخلق فجوات عدم الثقة والتشكيك تجاه المسؤولين؟ كثير من المرات نجد يعني تفاعل من صناع القرار أنه بيهتموا في كثير من القضايا يعني السياسية والخدمية والاقتصادية بالمطروح في الإعلام، نجد ردود فعل يعني أولاً يعني نجد أنه تصريح التعقيب من المسؤولين ومن صناع القرار سواء كان يعني بالرضا أو المعارضة أو يعني إضافة مزيد من المعلومات أو النقاش. لكن السؤال المهم الفرق، هل هي تبقى في إطار ردود الأفعال أم يتم بناء القرار عليها؟ هذا ما لا نعلمه يعني لدى صناع القرار، أنه تبقى في مربع ردود الأفعال والتعقيب على هذه القرارات والتصريحات عليها وإبداء الموقف، أم يعني تذهب إلى مطبخ صنع القرار في الحكومة والمؤسسات المختلفة ويتم اتخاذ بناء قرارات عليها. بصراحة المثل والنموذج والقدوة في التقاط الرأي العام والإصغاء للرأي العام ويعني المعالجة الفورية جلالة الملك، يعني في أكثر من موقف وفي أكثر من مكان نجد جلالة الملك كان يعني يكون لديه ردة فعل فورية، سواء يعني من خلال ردود فعل الناس، من خلال وجوده مباشرة في الكثير من الأحداث، من خلال اطلاعه عن قرب. إلى متى تبقى قضايا الناس وأحوالهم تراوح مكانها في المربع الأول عند المسؤول دون تحريك ساكن، في حين نرى التوجه الملكي وحده معنا في الميدان لحل قضايانا وكشف مشاكلنا؟